خليك لي يا غزالي ونطير معاك في ليالي. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير. بغيت نقول لكم غندير ان شاء الله مقرب لساره. المهم استغلت الفرصه، ساره دابا كاينه عند عدوستها، واتصلت بحمزه وبشيماء، قلت لهم زعما شنو بان لكم ندير مقلب ساره. صراحه خايفه، انا ما عنديش مع المقالب بزاف، يعني حتى النوع ديالي كنحشم شويه وما عنديش مع المقالب. صافي اتفقت انا وياهم، وان شاء الله غنعيط ليها في التليفون ونقول لها انني تلقاو لي الشفاره. ونيت وجدت شويه، وجيت وغنزيد نزيد يعني شي حوايج هنايا، ونشوف رده الفعل ديالها. حيت صراحه انا صراحه عارفه يعني حنينه وكتعامل معايا زوين وكل شيء، ولكن صراحه جوني شي صيفطوا ليا شي ناس يعني شي ميساجات، وقريت هذاك الشيء ديال سميتو، بقى فيا واحد شويه. صافي قلت ان شاء الله نجرب نشوف رده الفعل ديالها، واش نتا تخاف عليا ولا غير. مهم انا دابا صورت هذا الفيديو عندي في الدار، وسمحوا لي اذا كانت الصوره ماشي سميتو حيت ما عنديش مع التصوير بزاف، وان شاء الله المقلب يعجبكم. المهم غنزيد شي حوايج في وجهي ولا هذا باش تيقني، وان شاء الله كنتمنى يا ربي يدوز كل شيء بخير. حيت صراحه انا خايفه عليها حيت زعما مع الحمل وهذا الشيء، علاش وان شاء الله الله يدوز كل شيء بخير. دابا راه صيفت شويه، المهم صيفت دابا بغيت نعيط لصراحه لساره، وخفت صراحه تخلع على شي حاجه. شنو درت؟ عيطت لشيماء قلت لها يعني قولي لها انني بعت لها شي رينغ لايت، وجيت بعد ما باغا تجي تاخذها من عندي. هادشي اللي الفكره اللي قلت، حيت خفت صراحه نعيط ليها وتطق مخلوعه ولا شي حاجه، ديك الخلعه كتكون صعيبه خصيه مع الحمل. مهم كنتمنى ان شاء الله يكون المقلب هو هذاك. صراحه انا مخلوعه حيت كنخاف عليها صراحه، من غير الحمل كنخاف عليها زعما تخلع ولا هذا. مهم خليكم معنا. لا تبكيش عليك،
دير في بالك والو زينب. كتاب فاخر الحمد لله بعد ما مضربنيش الوجهين انا ما نتي كنت قاسني باش هي ضربه هنا في ضربه هنا. لا الحمد لله هذا ما ضربني ضربني باش نعطيه عندك ما بغيتش نعطيه في الاول. واش عندك تلج في ليكو شي مشكل؟ قولي يا زينب ما ضربنيش يا ربي كنحس بحال شي بحال شي حلم بحال كنت كنحلم. صار صار انا فاش عيطت لي راه حالتها بصح كانت خير من هكا. ماما كفينا هي يلا اختي بيتي معايا يلا. واش عارف الدار داركم دابا؟ المشكلة انا ما عرفتش تابعني تابعني تابعك انا تابعني تابعني شو باقي تابعني. لا اختي نوضي جمعي حوايجك يا جمعي لا ما نخليكش والله ما نخليك يا ربي مشي لي كلشي. نوضي نوضي يا زينب نوضي. ما عندي ما نمشي والله ما تقص يا اختي عاود تنقول والله ينعلبوا الدابا صحتك. مشي مشي لي صارت مرضت في راسي هادي حاسه بيها الصقع اقسم بالله تداو لي الصاق بما فيه الفلوس وايفون والزمر كله عمرني ننساها في حياتي. الله يخت فيهم الحق الله يخت فيهم. وقال لنا سبحان الله البارح قال لك هاد شعبانه تي كثروا فيها السرقه كثروا فيها السرقه. نوضي بغسل هي وجهك ديري الثلج ديري الثلج. ها واش ضربك بحال هكا ولا شي حاجه؟ عرفت كاع واش ضربني هنا وين ضربني؟ ناري ناري سهلة تضربك اويلي هادي مونتي هادي عندك هادشي يبقى لي بحال هكا ناري سكا. زينب نوضي اختي بدلي حوايجك يلاه معايا كتلقانا في الطريق. وما يتلقى حمزة كاين لتحت شنو يتلقانا؟ غنموت راسي غير شوية وعلي مريم زينب 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 مالك قولي لي قدام والله القسم عرفتي لواحد الدرجه اللي ما تصوروش. وصاحبتي من روحها ما ندوزهاش واخا ما عرفت شنو وقع. القسم تنترعاد ولا لي اختكم اخوتي وتنشكركم بزاف. لا صار سمحي لي والله خايفين عليها والله القسم عرفتي شنو السخانه طلعت لا صار قويه واخا مع الحمد واخا خايفه عليها ولكن في الوقت شويه زعما ما عندهم. اقسم بالله تا عندي عزيزه بزاف وربي لي شاهد تعالى والله العظيم وما نبغيش لي ابيها حتى قد هكا. انا صراحه بغيت صراحه من الهضره ديال الكلام ديالكم كومونتيرات كنت بغيت نجرب ونشوف زعما صاحبتي حيت صراحه بقى كيقول يدور لي هذاك الشيء في الراس تنقول زعما هو صاحبتي صاحبتي وخا 10 ديال 5 سنين ولكن دارت صحبه داك والله ماشي تخلعت عرفتي قسما بالله قلبي مشى والسخانه طلعت لي وما بغيتش نبكي بغيت نقويها بغيت نزيد زعما نشجعها وبالخصوص تقول لي عرف الدار اويلي وباغا تبات بوحدها. انا في الاول كنت كنمثل وتنقول له تنقول له باش ما غندير زعما اللقطه اللي غادي يسميتها ولا طاح لي الفكره انا زعما بقيت صافي السيده قالت تقدر الذاكره نساتني بعدين مني قالت لي شفاره يا ربي السلامه يا ربي السلامه كتب على اي واحد نتمنوا يا ربي يكونوا خفاف على قلوبكم يا ربي بزاف قولي انا بالنسبه لساره حيت ساره صراحه انا كنت في الوقت نعاود تنقولها خايفه عليها ولكن في الوقت عارفه زعما قويه ماشي شي وحده هكا فهمتي ضعيفه ومن الاول ما بغيناش نخدعوها زعما قلنا لا اساس زعما ندوزيها ليا ولا شي حاجه. نشكركم اخوتي بزاف ونبقاو خفاف على قلوبكم ولي خطيكم وتابوناو وزيدو نزيدوكم المزيد المزيد. وليت نخاف اخوتي حتى من هادي صافي ولات هادي فيها الدار ديال الكاميرا. انا بعدا فاش نمشي عند ماما وبابا تنبغي نشوف
وخايفه عندك يديروا لي شي حاجه، مي زيدهم على زين تبارك الله عليها، حتى هي وليت محترفه. شكرا اخوتي، ما نطولوش عليكم، اللي خطيكم تشكركم بزاف. باي باي.